وللمزيد حول تقلبات الذهب في الأسواق معنا محللة الأسواق المالية العالمية لينا قنوع. أهلا وسهلا بك أستاذة لينا، وسأبدأ بفعليا هذه التقلبات التي كانت في عام 2020، نحن على أعتاب نهاية هذا العام، إلى أين سيذهب الذهب بأسعاره؟ أهلا فيك وشكرا على الاستضافة. بالتالي نتحدث عن أسعار الذهب. برأيي أسعار الذهب بعد أن حققت تذبذبات مثل ما ذكرت من 1500 دولار في بداية مارس، وحتى وصولنا إلى القمة التي تحدثنا عنها ووصولا إلى فوق 2000 دولار 2074، ثم بدأنا نشهد تراجعات بسبب فتح الإغلاقات التي كانت تسببت بها جائحة الكورونا، بدأنا نشهد تراجعات للذهب. لكن هناك آمال الآن، أنه شهدنا ارتفاعات لأسعار الذهب، تعود الأسباب لعودة الذهب نحو الارتفاع حتى لو في نطاقات محددة، وهي حزمة التحفيز الأمريكية هي المحرك الأساسي المرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين، والبالغة 908 مليار دولار، بالرغم هي من أقل من 1 تريليون دولار، لكن عم نشوف أنه الذهب عم يتحرك نحو الارتفاع. هناك أسباب أخرى داعمة أيضا لارتفاع أسعار الذهب، وهو المؤثر الأكبر، وهي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وخاصة لثلاثة أشهر وستة أشهر وعام وعامين، أيضا منخفضة جدا إذا ما قارنها بسندات الأجل 10 سنوات وأيضا 30 سنة، نلاحظ عليها ارتفاعات، وبالتالي أسعار الفائدة المنخفضة والمتوقع من قبل الاحتياطي الفدرالي أن لا يقوم برفعها حتى عام 2024. هذه أخبار إيجابية وداعمة للذهب على المدى المتوسط والطويل. نحن اخترقنا مستوى مقاومة مهم، هو 1850، ربما نصل إلى مستويات فوق 1900 دولار ثم 2000 دولار، لأنه يعتبر الذهب مخزنا للقيمة، وهو أداة تحوط ضد انخفاض القيمة الشرائية. يعني أي بسبب ارتفاع التضخم يوجد هناك طلب على الذهب، وهذا ما يجعل ارتفاع التضخم داعم لارتفاع الذهب، وربما نرى مستويات 2000 دولار. هذه الأسباب. طبعا أي شيء يخص تطورات لقاح فيروس كورونا وسرعة الموافقة عليه وسرعة التوزيع لن يكون بصالح الذهب، لكن حزم التحفيز من قبل السياسات البنوك المركزية هي المحرك الأساسي لأن تكون داعمة لارتفاع أسعار الذهب. نعم، يعني شكرا لينا قنوع المحللة في الأسواق المالية العالمية على هذا الشرح الوافي.